بان لك الازمه ديال الرجاء، واش كتبان لك كاين شي باب منين نخرجوا باش نتنفسوا؟ نعم كابتن انايا، مرحبا. المهم اولا غنبغي نقول لك واحد السر. انا اولا باش جيت شاركت معك في المره الاولى، غير هذوك الاشاعات ديال الناس اللي كتقول لك، اللي كيقول لك كتختار صحابك يهضروا معك. انا ما كتعرفني، ما كنعرفك، وهذه شهاده لله. الحمد لله دوزتيني مع انني انا شاب وطالب، الحمد لله، وكنشكرك على ازاحه الفرصه. الله يحفظك. مرحبا، نهار كبير، تفضل. الله يحفظك اخويا. المهم شوف، واحد الحاجه قلتيها في الاول ولكن ما ركزتيش عليها مزيان، أيه غير بحال اللي دوزتي عليها، هي اعاده الثقه للجمهور. وي اول حاجه خص يدير المكتب هي اعاده الثقه للجماهير، لان الجماهير ما بقات تثق في حتى حاجه سميتها اداري، ما بقاتش كتعرف شي حاجه سميتها اداري، ما كتثقش فيها. تمام ولينا كنشوفوا ان الحاجه طبيعيه، ان الامور طبيعيه في الفيستير، والناس كتبان لها حاجه استثنائيه، مع ان هو داك الشيء هو اللي خصو يكون لا طبيعي. ديسيبلين، وداك الشيء عادي يكون في الفيستير عادي. كنشوفوا اللعابه كيتعانقوا، المدرب كيعانق اللعابه، وي كتبان وي لنا شي حاجه استثنائيه، مع ان هي الحاجه هي اللي خصو الأصل، تكون هي الأصل، طبيعيه. هي الأصل. وي وي وحنا سبحان الله، السيناسي كان حيرنا بلاتي بلاتي اخويا، بلاتي بلاتي، الله يحبك. واحد الميساج الله يلا استفزني، واحد السيد ايوب قال لك الرجاء ضعيفة تقنيا، ضعيفة تقنيا. شوف، إلا كتبان لك الرجاء ضعيفة تقنيا وعندك الكاريزما باش تناقش هذه النقطة ديال ضعيفة تقنيا، خرج عطينا التفاصيل فاش ضعيفة. خرج، راه آسفي، أكفس ماتش دارته آسفي في هذا الموسم راه هو اللي دارته مع الرجاء، بقوا كيدوروا بهم التيران. أكفس ماتش دارته تطوان، أكفس ماتش دارته تطوان هو اللي مع الرجاء، رجبيو تماركاتو من الرجاء على راسها هي. نيشان. أنا الطريقة باش كيدير لا بريسيون، باش كيسترجع الكرة، واش كتعرف، كتعرف السي تقنيا، واش كتعرف الفرقة الخصم ديالك ملي كتحيد ليه الكرة بواحد السرعة. دابا أنت تصور راسك أنت لاعب في الدرب، كاع لاعب في الدرب، ولاعب ماشي فرقة، وعندك صحابك، وصحابك واحد الوقيتة تيبان لك على قد الحال، وهذيك الفرقة اللي لاعبين معاها دغيا كتحيد لكم البالون. كيفاش كتحس؟ ما كتجيكش الرغبة واحد الوقيتة تقول لهم سمحوا لي غنمشي الداري، ضاني رجلي سمحوا لي، ما كتبانش لك. وراه هذيك خصك تحس بها، راه هي اللي كدير الراجل الافريقي، كتحيد لهم الكره بسرعه، كتستفزهم وكتخوي لهم داك المخزون البدني اللي عندهم، ما كتبقاش عندهم قدره على المواصله، كيوليو كيستناو غير الهبيط يمتى يصفر. راه هادشي اللي وصلت ليه الراجل. والله يرحم الوالدين، هذه المره ملي تقول ضعيف تقنيا يكون عندك لي زارغيومون باش تدافع عليها. تحياتي، تفضل خويا. السياسيك وي احنا العلماء ديال الكره حيرناهم، كيقول كيفاش فريق دايز بهاد المراحل هذه الصعيبه، يعني 50 هذه في الازمه، ومع ذلك اللعابه كيموتوا. وهذا رد على داك خو، على واحد الاخ داز معاك قال لك ما كاينش هاد الفرقه، كاين هاد الفرقه، والرجاء طالعه بولاد الفرقه، ما خصناش نكرهاتش. لا هو ماشي قال ما كاينش هاد الفرقه، قال لك ما كاينش ديك الهضره، زعما الهضره ديال ولاد الفرقه خصنا نحيدوها. نحسبوا ان عندنا 11 محترف، كل واحد كيتخلصوا، كل واحد يقوم بالمهمه ديالو، ما بقاش المهمه، فهمتي، ننتقدوه حيدو، وما بقاش نتسناو منه غيتنازل لينا على داكشي اللي كيتسال، وغادي يبقى ميك ما يتخلصش مده طويله. هذه هي الفكره ديالته هو. فهمت صافي، فهمت استاذ ماسك، شكرا على وحاجه اخرى استاذ ماسك، كان بينهم خرجوا من الازمه. ثانيا خصنا نربحوا على الاقل جوج بطولات من بينهم كاس العرب للانديه. وي ضروري هذه كاس العرب، جوج على الاقل، وي كاس العرب للانديه. وثانيا خص المنحه تكون قليله للعابه اللي غياخذوها، علاش؟ لانهم اصلا موتيفين، لانهم ياخذوا فلوسهم اصلا، عندهم لا موتيفاسيون، بلا ما نحتاجهم موتيفاسيون اخرى. وي ثالثا، واحد الحاجه نسيتها بعدا مع الثقه للجمهور، اسمح لي نرجع لها، هي خص المحاسبه. كي دير ترجع الثقه للجمهور خص المحاسبه. وين كتشاش قلنا في الافتحاص خصو يخرج، خرج الافتحاص، عطينا غير عطينا النقط العريضه سيدي، وقول لنا وقعت اخطاء هنا، وقعت اخطاء هنا، وان وراها اللي كاين، وان هذه خسرات، وهذه ما خسراتش، وهذه راه تم شويه لانهم خلطوا هذه مع هذه، راه في الحق هذه ما تخسرتش فيها 2 مليار، تخسرت فيها غير 500 مليون،
وهذه سميتو كذا، ولا الديفيسي اللي عنو عليه او مديونيه اللاعبين ما وصلش 4 المليار، لا اللعابه كيتسالوا غير 1 مليار و800 ولا 2 مليار، فهمتيني؟ اعطينا هكا ارقام اللي مضبوطه باش نعرفوا المديونيه الحقيقيه، وديك الساعه ترجع الثقه، ودير واحد اللجنه فيها واحد 4 الناس يديروا حساب خاص لدعم الرجاء، والعيب على الجمهور الا ما نزلش، وغادي يبين لكم تراجعيه الحقيقيه ديالو. بيان سور بيان سور بيان سور. الثقة راه قلنا لهم الثقة. ثالث حاجة السي نانسي، وهادشي وهادي اللي كتحز في النفس ديالها. وي لاعب هز 100 كيلو ديال اللحم وما عرفش شحال عنده 35 وكيتخلص ب 500 مليون. هادي راه هادي راه راه شنو نقول لك، كيما قلتي انت على ديك القضية ديال صحابك في البنك، راه هادي صاحبي واش مالونغ وعباد الله هز فرقة هو وراح يميو، ما كيدوش هاد الثمن هذا. إضافة لهذا أن الراجل ماشي هي اللي محتاجة ليهم، كاين البوستات ديالو ثلاثة د العباد في البوستات بلاتي بلاتي بلاتي، خصني نناقش معاك هاد النقطة ديال اللاعب هاز اللحم وكياخد 500 مليون. اللاعب بلاتي اللاعب اللي كياخد 500 مليون خص تعرف واحد القضية، هو أنه سيزيات كان عنده مستحقات ماضية، ما قادش يخلص، ماشي ما قادش يخلصهم، ما بغاش يخلصهم، لأنه حنا متأكدين بأن الفلوس كاينين في الراجل، ياك كاين الناس اللي حاكمين فيه قالوا لي دوك الفلوس ما تقيش فيهم ما تقيش فيهم، ياك اشنو دار باش يمكن ليه يضمن ان دوك اللاعبين اللي هما ركائز منهم مول 500 منهم مول 400 مول 480 وكذا، باش يضمن انهم يشدوا مع الفرقه، اشنو دار؟ قال لهم هذيك انت كتسال مثلا شحال كتسال؟ كتسال 300، وهذيك 300 اش غدير؟ غتجدد معانا بشحال العام؟ غتجدد معانا ب 250، غتجدد معانا 250 العام، غادي غنشدوا ديك 250 مليون ديال العام باش تجدد معانا، غنزيدوها على ديك 300، شحال ولات؟ ولات 550، ياك؟ ولات 550، إذا غتسيني معانا بالعام غندير لك منحة سنوية ديال 550، بمعنى هاد العام اللي غدوز معانا ديال 2020 2021 راك مسيني فيه ب 550 مليون، وراك كتسالها وغادي يدخلوا فلوس الاتحاد العربي غنعطيوها لك، ولا هكا بس سينا وباش جدد هذاك السيد. هذا ماشي زعما ظلم ولا شي حاجه، هذا الظلم من ذاك الظليم اللي كان كيسير الرجاء، واللي كان كيخضع لسياده كيسيروه كيما بغاو، واللي كان كيعطيوه الاوامر تيقول لي ما تبينش الفلوس، بين اللاعبين الريال ما كيدور، ودير معاهم هاد لالونجمون هكا باش يبقى باش تبقى الفرقه غارقه، باش اللعابه فهمتي يولي واحد الوقيته كيناديو خلصوا نمشيو بحالنا، غينوض الجمهور يشعل، الجمهور بز منه غينوض يجبد الفلوس ويعاون فهمتي، وغنديروا لهم بطاقه ديال المحب، وغادي بز منهم ديك الساعه غادي يخلصوا لان يخافوا من يتوليوا الحفيظ يمشيو. هادي هي الحيله اللي داروا، وهادي هي الخطه اللي داروا، وكل واحد يخلصوا ربي في هذا رمضان هذا، وتبان فيه العلامه. تفضل اخويا ناسي. رابع نقطه هو البحث عن المستشارين وبيع البث التلفزيوني من كلش السياسي، فرقه كتوصل لها في البث الرياضيه 130,000، ما يمكنش نعطيوها بحال الفرقه الغارم كذا عنده 50 40,000، ما يمكنش نعطيوها بحال الرشيد اللي عندها 1000، راه لا يمكن، راه فلسفيا منطقيا باش ما بغيتش نناقش معاك، راه لا يمكن. جوج نقاط، جوج نقاط، علاش انا دائما كنقولها وتنعاودها، تنقول بانه المكتب ديال الوزيس وسميتو فهو بالنسبه للمسيرين مخترق، بالنسبه للمنخرطين مخترق، بالنسبه للجمهور والتنظيمات الجماهيريه مخترقه، داخلين فيها ناس اخرين اللي كيرعاو مصالح ديال الناس اخرين وديال المنافسين ديالنا، ديما تنقولها وتنعاودها وكنعرف شنو كنقول. من بين الحوايج اللي بينوا الدليل واللي كتخليك تلمس الاختراق اللي كاين على مستوى المكتب المسير، هو انه الناس جوج نقاط جوهريه كانوا كيناديو بها وتم التنازل عنها، والناس دخلوا ديناتهم بحال الببوشه. جوج النقاط الاولى فيهم هي النقطه ديال ازدواجيه المهام، الرجاء كانت كتنادي بها ما بقاش كتنادي بها. النقطه الثانيه هي الجمع العام ديال العصبه، كان خاص نورمالمون طرح فيه النقطة ديال تناقش فيه النقطة ديال ازدواجية المهام ما تناقشاتش، والتقرير المالي ديال العصبة كله تغالات ما ناقشاتوش الرجاء، وصادقات الرجاء التقرير المالي بعينها مغمضة. إذا هنا كيبان لك بأنه ناس
اللي هما متواطئين على الرجاء، كيسيروا الرجاء نعم مع الأسف، كيسيروا الرجاء الله مع يشفي. الأسف. طبعا الحال كنستثني منه من الاندلسي، لان الاندلسي بعيد على هذه الصراعات، وتعرفوا انسان تقاري ماشي ديال هذه المشاكل، ولكن الناس اخرين والناس اللي هما الحكماء ودوك القدام، الله داك الشيء يرحمه. كله متواطئين على الرجاء، وهذا الشيء الجمهور عارفه وفهمه، ما احتاج نعاود نقولوا ليه. سيناسيك مازال لي اخر نقطة اذا سمحتي طولتي شوية الأخ سعد، طولتي اخي. شوية. شوف بغي لا نقطة غير بسيطة حاول تسرع باش نعطيو سهلة. الكلمة اللي يقول خويا نسعد، حاول تسرع لا تفضل. لا ما 30 ثانية. هي فتح فروع الرجاء في دول الخارج. احنا كنشوف في اوروبا كاين الرجاويين، يعني بزاف ديال الرجاويين يفتحوا فروع وتكون الكاليتي، تكون الكاليتي، لان تبارك الله اللون الدراجه خضر مع البيض، اللون ديالها زوين، وتا الانسان الاوروبي اذا شاف واحد الكاليتي زوينه غيبقى يشري. يا ودي وصلنا كاع لهذا الشيء، هذوك الدول يمشيو يقلبوا لنا على المارشيات، يمشيو الامريكان، يمشيو البرازيل والخليج، اللي كيموتوا على الرجا، ويدبروا لنا على المستشارين من تما صحاح، ويدبروا لنا. هما شوف هما مسألة واضحة ووضوح الشمس، راه ماشي شوف شي القضية ديال يمشيو للخليج ويمشيو للبرازيل، راه ماشي كوانبا، راه عارفين هما العجب، عارفين هما راه سيرتو الحكماء مهندسين راسهم في التسيير، ولكن هما ما بغاوش واحد يقسم معاهم الرجا بالعربية، وتفاهمنا بغاو يبقاو مكوشين في الرجاء بوحدهم، ما يزاحم حتى واحد، لا جابو شي خليجي بفلوسه وبشكارته غيجي غيبدا يتحكم، غيبدا يقول لك ديروا هادي ديروا هادي ديروا هادي، غيشوفهم هما خاشين نيفهم، يقول لهم سيروا بحالكم الله يعاونكم، انتم ما كتعطيوش شي حاجه لهاد الفرقه، كتعطيو شي ريال، سيروا بحالكم، انا اللي غنسيي الفرقه، انا اللي عاطي الاغلبيه الميزانيه حاطها انا، انتم اش باغين؟ هادشي مناش خايفين هما؟ سيناسيك هادشي اللي كاين. سيناسيك غير الخليجيين كيبغيو يمنوا عليك. راه شفنا تركي ارشح مع الاهلي. حنا بغينا مؤسسه، حنا ما بغيناش اشخاص، أسيدي بغينا شوف بنا اشخاص، أسيدي حنا شوف خصنا مؤسسه. أسيدي شوف شوف حنا عندنا ألف طريقة باش يمكننا هاد الخليجيين ولا هاد الناس البطلانيين نستافدوا منهم، وما نخليوش لهم ديك الأغلبية، ما نخليش الأغلبية باش ما يحكمش عليا، ما نخليش الأغلبية، نخلي غير يدعمني. شوف واش مثلا إذا جبت مشيت مثلا عند آل الشيخ وريحت معاه وتسمع جلسة وكذا وكذا وكذا، وحنا هادي وحنا هذا، ياك؟ وتوا شوف هو عز عليه الشهرة، تا هو عز عليه لا بروموسيون، واخا عنده الفلوس عز عليه لا بروموسيون، علاش هو مشى للاهلي؟ راه عز عليه الشهرة وعز عليه لا بروموسيون، عز عليه. شوف غنجلس معاه شو الله يحبك، بغينا واحد استشهار، واحد المؤسسة تابعة ليك ولا كذا، تشوف لنا معاه استشهار، دي واحد جوج مليار عاوننا بها، جوج مليار تعاوننا بها استشهار، واش غيقول لك لا؟ ولكن نقول لك راه ما بغاوش البراني يدخل معاهم، بغاو يبقاو شادين هم كنزين فيها وعابضين فيها بوحدهم، راه سي سا موسيقى. لا ما قلتش. شوف اخويا طارق قال لك الخليجيين كيشريو الاسهم ما كيعطيوش الهدايا، ما قلتش كانوا غيعطيونا هدايا، قلت لك غادي يديروا لنا استشهار، راه ملي غيدير استشهار راه الراجل بالكاريزما ديالها غدير السميه ديالو في التريكو، وغدير لي السميه ديالو في التينات، الماتشات كاملين الناس غيبقاو يشوفوا البرودوي ديالو، راه دونو ماشي هدايا، ما تكونش غلط. بون شكرا خويا، نعطيو الفرصه للناس اخرين، كنشكرك على التدخل ديالك، فرصه اخرى ان شاء الله، تحياتي ليك، شكرا.